السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المهندسين. طبعا إن شاء الله بإذن الله المحاضرة القادمة راح تكون بخصوص بروجكت كامل عملي عن باستخدام برنامج الهيكراس، فإن شاء الله راح نتعلم ناخذ الخرائط الحقيقية الأكتشوال من الجي آي إس أو من الكاد بروجكت. فإن شاء الله على المحاضرة أو الفيديو القادم بإذن الله اللي حيسويه قريبا، بس بخصوص انه الخرائط جي اي اس، فاكيد انت اذا لان اغلبية المشاريع العمل والمشاريع الهندسية الكيس استدي اللي درسوها طلاب البحوث الدراسات طلاب المشاريع التخرج ياخذون كيس استدي فعلية واقعية لنهر معين غيرها. بقت الخرائط الجيولوجية او الجي اي اس شلون تحصل عليها؟ اما مثلا من جماعة التحسس النائي او المهندسين المساحة اللي موجودين مثلا بهيئات والدوائر المعينة، يعني تحصل عليها تقدر انت تلقائيا. فهنا ان شاء الله بالفيديوهات راح اجيب لكم تعرفون مثل هيك، مثل ما نقول انه يعني مشاريع تكون بها برايفت فما تنعلن اونلاين، فراح الفيديوهات اللي حنشرحها احنا هنا راح اخذ لكم خرائط جي اي اس لمقاطع معينه، لمقاطع نهر معينه مثل نهر المسيسيبي اي نهر معين ناخذها من ويب سايت لناسا. هذا الويب راح اترك لكم اياه ان شاء الله بالمحاضره القادمه بصندوق الوصف اللي هو الايرث ناسا. ان شاء الله اليوم بهاي المحاضره وهذا الفيديو انطلب من عندي كل شهور. بالمناسبه شفت احد التعليقات كومنت انه ست شلون احنا نقدر وكانه نصدر مسيل مائي باستخدام الفلوث الهيكراس وندزل الفلوث. لا ماكو هيك شيء. السبولوي حتى تدرس انت السبولوي يعني ما يكون داخل النهر، يكون بالضبط هو فد يعني احد الاجزاء الكومباوند اللي تكون مع السد سبولوي. فالهيكراس ما يرسم لك سبولوي، يرسم لك اجزاء المنشآت اللي انت ممكن تكون على احتكاك مع النهر. فاتمنى ان تفرقون بهذا الشيء. فاذا انت عندك سبولوي تقدر انه ترسمه باستخدام الفلو 3D، او حتى ترسمه بالاوتوكاد او ببرنامج السوليد وورك وتصدره للفلو 3D. بالهيكراس ما يشتغل وحده، لان السبولوي هو احد اجزاء السدود، يعني هو مطفح فد يعني ممر جانبي احنا نسويه بالسد، خاف انه مثلا يوصل الى الماكسيموم فلات، فلازم احنا نصرف الجريان اللي يكون فوق مثل ما نقول مستوى العتبه اخر شيء نصرفه باستخدام السبولوي. فالسبولوي يعني ان شاء الله باذن الله اشرح لكم احد برامج السدود اللي تقدر بها تصمم السدود. فاحد البارتات الموجودة بها انه السبولوي، شلون تصمم السبولوي، كم نوع من السبولوي، يا طريقة حسب انت اللي تصممه، اوغ سبولوي، ستارفيد شانل سبولوي، اوفرفلو او اوفرفل سبولوي، اوغ سبولوي او سايفون سبولوي، اي نوع من انواع السبولوي انت تقدر تصممه باستخدام هذه التقنية. هاي احد برامج تصاميم السدود، لكن حاليا احنا بدنا ندرس الهيكراس، فالهيكراس ما يصمم السبولوي لانها تقريبا نقدر نقول انتهينا. فشفت احد الاخوة المهندسين اتوقع باحث او كذا ما اعرف من اي دولة بالضبط، بس كان طلب انه احنا شلون نقدر نغير من معالم الكرامبوير او كان شغله على الكرامبوير. بالمناسبة هذا بحث نشر بالعام السابق إلي بسكوباس، كلش بحث ممتاز يقدر يفيدك بهذا الشيء، انه لانه تقريبا افكاره جديده ضفنا بجسم السد الغاطس الكرامبوير فتحات معينه، هاي الفتحات وجدنا تاثيرها على خواص الجريان او الخواص الهيدروليكيه. فان شاء الله راح اترك لك اياه الويب سايت الخاص بي تقدر تحمله، او اتركه لك كامل بانه صندوق الديسكريبشن. فلاحظ هنا انا موضحت لك الانترودكشن اللي خاصه بي تقريبا تفصيل كامل خاصه الاخوه اللي شغلهم تقريبا بالكرامبوير والتحديثات اللي دي يضيفها جديده اللي ضفناه احنا، غيرنا بخواص جسم السد تقريبا هذا شغل جديد. فلتشوفون هنا اول توضيح احنا وضحناه
الموديل ديسكريبشن بالضبط، هذا تشوفون الموديل، وهنا هذا وصف الموديل اصلا، نوع من السد الغاطس صممناه وحسب زوايا معينه، اخذنا الاوبتيموم، يعني تعرفون سوينا دايمنشن اناليسيس تحليل بعدي، فتكون اكو بعض المتغيرات معتمده واكو بعض المتغيرات مستقله، فانه اندبندنت فاريبل. فهنا كانت عندنا اربع نماذج للسد الغاطس، ما غيرنا بالزوايا الاب ستريم والداون ستريم، ولا غيرنا بارتفاع السد، ولا غيرنا بالخشونه الرفنس للسد، فقط كانت دراستنا تغيير بالفتحات الموجوده بجسم السد. هذا تلاحظون هنا اربع نماذج، الاول يكون اللي هو الجنرال الاعتياد اللي نستخدمه احنا، والدور بفتحه واحده، اكيد الفتحات اللي استخدمناها هنا فتحات كانت دائريه باعتبار بان سهوله تنفيذها بالواقع العملي مما تكون فتحه مربعه او مستطيله او اي شكل اخر. فدرسنا الخواص الهيدروليكيه اللي هو التست بروستر والمودلنج، طبعا اجرت هاي النتائج عمليا باستخدام قناه، وهاي المواصفات القناه كانت بالضبط والتفصيل. وهنا ايضا اجريت التحاليل او النتائج العمليه الخاصه بها لمختلف يعني تصاريف مختلفه جدا. طبعا بالمناسبه بدراستنا هاي ما اخذنا تاثير السيدمنت الموجود بالقناه، يعني ما درسنا سيدمنتيشن وسكور، كان دراسه يعني تاثيرها بالضبط على الكرامبوير السد الغاطس، يعني تركزت هي دراسه بحثيه. فتلاحظون هنا انه اللي درسناهم بالضبط شنو، احنا درسنا فرود نمبر، تعرفون فرود نمبر هو العامل الرئيسي اللي ينطينا عن خواص او خصائص الجريان بانه تيربلنت لامينر او ترانزيشن، وايضا درسنا الديسشارج كوفيشنت اللي يعتبر هذا المعامل هو كلش مهم او معيار بالنسبه انه انا من اريد اوجد كفاءه سد غاطس معين، انه اجد شقد كفاءته معامل التصريف اللي خاص بي. وايضا اللي درسناهن بعد انه مقدار تشتت الطاقه displacement energy، ايش قد صار تشتت بالطاقه دلتا اي. وايضا اللي درسناه هاي الدراسه انه كان حسبنا الكريتيكال ديبث اللي يكون بمنطقه الداون ستريم بالضبط مع النورمال ديبث، وجدنا قيمه الكريتيكال ديبث. او ايضا تلاحظون هنا انه احد اللي حسبناه طول القفزه الهيدروليكيه اللي تكونت بالداون ستريم، ايش قد طول القفزه الهيدروليكيه، وتعرفون هاي لها تاثير جدا عالي اذا احتاجينا نوضع احد المنشات للتسكين الستيلن بيزن، خاصه لما تكون القناه طمويه جدا او نسبه الاطيان بها عاليه بحيث انه تتوقع السكور يكون بها جدا عالي. وايضا درسنا يعني هاي تقريبا نقدر نقول اللي درسناهن احنا، وتلاحظون النتائج هنا انه بالتفصيل، ايضا باستخدام الجداول، باستخدام الرسوم البيانيه. ان شاء الله هذا البحث راح يفيدكم بشكل تفصيلي جدا، وايضا بريكومنديشن كلش عالي اذا انت حاب تطور جزء من دراستك فيه، فراح اترك لكم اياه ان شاء الله بالويب سايت، وان شاء الله تستفادون من عنده. شكرا جزيلا، ما تنسون دعم قناتنا بالسبسكرايب وزر الاشتراك، واذا تحتاجون اي بحث اخر مجرد اتركوا لي بالتعليقات، ممكن اكون انا ناشره فد انه موضوع عنا يكون يفيدكم بهذا الشيء. دمتم بامان الله وحفظه. We'll be right back.